هادوك الناس اللي كيديروا الشعوذه في الروضه هنا كيدفنوا بعد كيدفنوا الكفونه ديال الميت، كيدفنوهم في القبوره، كيدفنوا الدفار ديال الميت. هاد الناس ديال الشعوذه كيدفنوا بزاف. جا عند الناس، جات وحده قالت لي غادي تسبب لي الراجل عندي ولا هربان ما بقاش كذا، وجات عندي قالت لي بغيت الراجل ديالي، بغيت نولي عايشه معاه، فهمتي؟ قالت لي راجل ما كيباتش في الدار وكذا، وبغيت تسبب لي. قلت لي انا ما كنسببش. لا حتى لهاد القضيه ديال الميت اللي كيجبدوه من القبر عمرني ما شفتها. كيدفنوا شي حاجه في قبوره، ولكن باش كيجبدوا الميت من القبر لا، ما عمرني ما شفتها. دابا شي 8 سنين دابا باش دخلت انا الروضه. فقيه، انا فقيه اخويا. في الصباح كنكونوا مقرونين غاديين مزيانين، ملي كيجيو الجنازه ديال الدور كتنوض الروينه، كيوليو الطلبه شي باغي يقراوك وشي باغي يقراوك. دابا الطلبه كيقراو قراءه جماعيه، هادي قراءه جماعيه، داكشي باش ما كتفهمش ما كيرتلوش. الله قال ورتل القران ترتيلا، وما ما كيرتلوش القران، كيقراو قراءه جماعيه، داكشي باش الانسان ما كيفهمهمش القرايه ديالهم. هاد الناس ما هادو جهنم، هادو نيشان من جهنم ما يطلع. كاينين بعض الناس اللي كيباتوا يسكروا كذا، وعندي هادوك ماشي الطلبه، ماشي حاملين القران، ما حافظينش القران، هادوك حافظين عبر الصورات كيجيو نصبوا على عباد الله. هادشي اللي كاين، كيمشيو داكشي اللي شدوا يمشيو يشربوا به. هولاند سول شوز مصمم خصيصا لصحتك، فهو الاول من نوعه الذي يقوم بتدليك القدم اثناء الارتداء، وكذلك العلاج المغناطيسي الذي يمثل احدث العلاجات الصحيه في الوقت الراهن. لقد قمنا باضافه نعت صحي اعتمادا على احد علاجات القدم الشهيره وهي ريفلكسولوجي. هولاند سول شوز حذاء صحي باحتوائه على نعل التدليك وكعب يحتوي على مغناطيس صحي. نعل طبي يمنع تقوس القدم، تصميم يحتوي على ثقب لسهولة الارتداء خاصة لكبار السن، وأيضا لمنع التعرق. لا رائحة كريهة. مقدمة الحذاء بزاوية منفرجة مع نعل مرتفع عن الأرض ذو قطعة واحدة. نعل لتدليك يحتوي على 10 نقاط للتدليك، وكأن هناك 10 أصابع تقوم بتدليك باطن القدم أثناء السير به، وبالتالي تعزيز اللياقة البدنية عن طريق تسريع حركة الدم بالدورة الدموية، فتساعد على تحسين جودة النوم. لا يضغط على القدم، مريح في الاستخدام، بليونة تأخذ نفس شكل القدم. مقدمة الحذاء بزاوية 85 درجة فتريح الأصابع، بالتالي أثناء المشي توفر الجهد والانزلاق، فهي ضد السقوط. حصريا على موقعنا. هل لديك صفحة وتريد أن تروج لها؟ هل لديك مؤسسة، محل، بضاعة، خدمات، وكالة سياحية أو علامة تجارية وتريد أن تروج لها؟ إعلان، إشهار لسلع، آلات، مكينات تريد الترويج لها؟ هل لديك دورة تدريبية، ملتقى أو دعوة افتتاح وتريد أن توصلها لأكبر عدد من المهتمين في مجالك؟ تختار الزمن، المنطقة، المدة التي تناسبك. نحن نقترح عليك خدمة الإعلانات والإشهارات المدروسة. نحن نوفر عليك الجهد وسندرس الاستهداف بدقة لنعطيك أفضل النتائج.